السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة فيديو جديد من البوكسنج اريا، يتم مراجعة هذا الميكروفون وهو يونيفرسال كاردويد ميكروفون في اكس ار 10 من شركة موفو. اليوم هيتم مراجعة ميكروفون شهير من أشهر الميكروفونات من شركة موفو، هو يونيفرسال في اكس ار 10. هذا الميكروفون هو بديل ل رود فيديو مايكرو، والفرق ما بينهم في السعر تقريبا $20. الميكروفون ده سعره تقريبا $40. أولا هتم عمل انبوكسنج للباكج. ده كده محتويات الباكج. المفترض ان كان في المانوال. طيب هنا كده أول شيء الميكروفون طبعا بيأتي بالويند سكرين، في اتنين ماونت أو اتنين كولد شو كما يسميه البعض. طيب نعرف الكابلات استخدامها. طيب طبعا ميزة الميكروفون أو في طبعا الباك ليزر حيزن. طيب يبقى كده عندنا محتويات ممتاز جدا، ان جاي مع مايك اتنين هوت شو بالشوك ماونت. طب يأتي على اليمين كده الميكروفون نفسه، كده ممكن يتم ازالة الويند سكرين. ده كده الميكروفون نفسه. الميكروفون شبيه جدا زي ما قلنا بالرود فيديو مايكرو. ميزة الميكروفون ان الكواليتي والسعر ممتاز جدا مقارنة بالرود. طبعا صوت أعلى من الفيديو، الصوت هنا أعلى من الرود تقريبا بستة ديسيبل، 6 dB. طيب الوصلة الأولى دي كانت بتوصل بالكاميرا، الوصلة الثانية بتوصل بالسمارت فون. طبعا ممكن توصيل الميكروفون بالكاميرا، ممكن توصيله بالسمارت فون، هو يونيفرسال ميكروفون. ممكن توصيله بالكاميرا، ممكن توصيله بالسمارت فون، ممكن توصيله بالجهاز اللابتوب أيا كان. طبعا هو موجود كومباتيبل مع اكتر من جهاز. الصوت اللي هنسمعه دلوقتي من الكاميرا نفسها بدون اي استخدام اي اكسترنال اوديو، وطبعا ده زي ما قلنا الكابل لاستخدامه مع الموبايل. خلينا نشوف ازاي هيتم توصيل. طيب دلوقتي هيتم توصيل الميكروفون بالكاميرا ونشوف جودة الصوت مقارنة بالميكروفون الانترنال في الكاميرا او مقارنة باللوجيتك او مقارنة باليو اس بي. طبعا الجودة هتكون مختلفة عن ال كده تكون مختلفة عن اليو اس بي الميكروفون. طبعا ده استخدام الموفو في اكس ار 10 مع الموبايل، تم التوصيل عن طريق الوصلة اللي بتاعتي مع الموفو في اكس ار 10. طبعا الكواليتي مختلفة تماما، الاوديو مختلف تماما عن السمارت فون، الجودة مختلفة تماما ايضا. وده كده طريقة استخدام الموفو في اكس ار 10.